الله بالخير في حلقه جديده من برنامج نهى لايف عبر شاشه الراي الحبيبه ماذا تقرا سؤال يحدد نوع وشكل ثقافه المجتمع من اشهر الكلمات اللي تتردد علينا للاسف خلال السنوات الماضيه امه اقرا لكن للاسف لا تقرا يمكن هذا السبب الرئيسي لكثير من المشكلات الظاهره في مجتمعنا اليوم من عدم تقبل الراي الاخر تدني مستوى الحوار لان بالنهايه ما نقرا أجول في خاطرك أشحذ طباعك وأهذب ألفاظك أنا لك ذاكرتك وحياة غيرك ربما أخير وأسكن روعك برمشة عين أتقلب بين العصور والأزمنة هل يا نخبرك عن أمر تعرفه؟ أنا الحاضر الذي يقلب الماضي والمستقبل بين يديك سألت متابعيني شنو ممكن يصير إذا قرينا عندما نقرأ كان هاشتاغنا وكانت هذه المشاركات اللي عجبتني على تويتر حبيت المشاركة من جنان تقول عندما نقرأ بالنسبة لي القراءة تدخلني في عالم ثاني أنسى روحي فيه خصوصا إذا كانت الكتابة شيء أحب القراءة ويجعلني أحب الحياة. النوري تقول عندما نقرأ تتوسع مداركنا نرى العالم بنظرة ثاقبة نشعر بقيمة أنفسنا وما حولنا من ثقافات ومجتمعات وندرك أن ما بداخلنا إن تحسن سيحسن. مرام تقول عندما نقرأ تتوسع مداركنا لمفاهيم جديدة ما كنت ألاحظها قبل القراءة وأغرق في كل مفهوم يشاركني فيه عقل الكاتب. مشاركة من أميرة تقول عندما أقرأ أحس بسعادة أدخل بعالم ثاني ويبعد عني الطفش وتتطور قدراتي. الناقد صالح خلف يقول عندما نقرأ تتطور ثقافتنا اللغوية دون أن نشعر بذلك. هذه كانت آراء متابعينا عن القراءة، معناته أن احنا اليوم في مجتمع قد يقرأ ولكن هل القراءة بالمستوى المطلوب وهل الكتب اللي تقدم اليوم للقراءة هي فعلاً بالمستوى المطلوب؟ هذا اللي راح نشوفه خلال حلقتنا اليوم. شكرا للفرقة الموسيقية مستحيل أتكلم عن موضوع يخص الكتاب الشباب والقراءة وما أستضيف هذا الضيف المثير للجدل واحد من الكتاب الشباب اللي إذا طرح كتاب طوابير المراهقين ولا شركة اتصالات منزلة تليفون جديد الإقبال على كتاباته شيء رهيب وغير هذا لأن البعض يشوف ان كتاباته جريئه جدا وزاره الاعلام رفعت عليه قضيه مره لكن كسب القضيه ورجعت كتاباته مره ثانيه في متناول الجميع. يوسف رمضان حياك الله معي. هذا انا الحين. هذا انت اللي ما كنت حاس ان كل المقدمه هذه عنك لا ترفع عجبني المدح عجبني بس بعدين حسيت مو انا <applause> انت شخصيه جدا بسيطه لما الواحد يلتقي معك وشاب يعني هادي و... والبراءة تقطر من عينيك لا, لا لا تمثيل تمثيل ليش قاعد تسوي كذي؟ ليش قاعد اخلي الناس تقرا؟ ليش قاعد تسوي تدخل نفسك بمشاكل؟ لأن كتاباتك جدا جريئة أنت بديتي بطوابير وفي ناس قاعد تقرا، معناته في إقبال في ناس حابة الشيء وبنفس الوقت في ناس شنو قاعد تحط لهم بالكتاب اللي قاعد يوقفون طوابير عشان يشترونه؟ السر هذا سر الإنجريدينت شو الناس اللي تخلي تتابع نهى؟ اليوم نفس الشيء، هل في سر؟ اللي يخلي عدد فولورز نوها يمكن محبة الناس بس محبة الناس كانت هي السبب؟ اي اتوقع محبة الناس طريقة الطبخ انا ماكو ناس يقولون ما في امهات يقولون حق عيالهم لا طالع سناب نوها مم. بس في امهات يقولون يتقون. احنا مستحيل نشتري كتاب يوسف حق عيالنا اي لا انا ابوي كم ابوي وايد معرض الكتاب وب. امهات ايه ليش؟ ايه هذا اه لان احنا شعب نحب كم ابويها؟ اي اي حقه ما ادري على بالي انا استوى شيء ابتسمت بعدين اعطتني هذه مالت عفوا ايه. زين تصير اه لا في امهات تقول قواك الله خليت بنتي تقرا وفي ام مصدر معلوماتها الواتساب فشنو يندز بالواتساب صح؟ واللي تسمع عن رواياتك اللي يندز مسج شنو مم. هذا وهذا ياثر على المنتجات ياثر على الاشخاص فانا كنت من الناس اللي كان في برودكاست يخرع ان اللي يقرا هالروايه يصير هذا عن اي روايه؟ مليون خاطر ثاني واحد مليون خاطر كان ثاني واحد روايتك الاولى ايضا كانت حققت نجاح وايد حلو إيه بس حققت على مراحل فما صار فيه هجوم ملهي بالشوك بالشوك كانت من بس من احلى الروايات صح. اللي انتشرت وايد انتشرت بس سلولي هما ثاني واحد على شهره الاول سبب ضجه سبب خلاف انمنع وصارت في مشاكل لانه اللي بتقرينا او في م. بعد اكثر جراه آه هو السبب اللي خلى الناس تعصب وهم ما قروا ال 400 صفحه وركزوا على صفحه قبل لا ارد اسالك اكثر المفروض مسؤوليه مسؤوليه منو هذه إيه اذا الطفل الصغير قرا او مراهق قرا انا لو تيني ام وتقول لي هل اقرا الكتاب او لا اقول لها اقري هل م. اخلي بنتي تقرا اقول لها كم عمر بنتك م. فالرقابة الذاتية ورقابة الأهل مسؤوليتهم أما منعي من الرف لأن في أهل أوكي الأهل يمكن يأخذ بندول ويصير في شيء فبس في ما في دواء أهل فأي فتعطون يا دواء يا أهل. عطوا الأدول عطوا الروايات موت يا هل تدري شنو المشكلة أنه مو دور النشر ولا أنا المشكلة الفئة العمرية من عشر سنين ل 14 يا يقرأ كتب الأطفال يا يقرأ كتب الكبار ما, <applause> في رح رح ما في ما هاري بوتر ما عندنا هالشيء اللي يكلم الفئه من 10 تو 14 ولا تو 15 مم. فال15 يحس انه هو وايد اصغر من كتب الاطفال وامه تحس انه هو وايد اصغر من كتب الكبار اذا انت من خلال برنامج نوها لايف اليوم تعلن ان انت تكتب للكبار فقط باف ولا أنا لا تقرونهم اذا شفتوني وخروهم بس انا ما راح اروح اقول له ليش شاري كتابي مم. لان انا مو ولي امره واليوم ما يعني هم اذا سالني اوصلها واكبر من اون اير قايلها باكثر من مره مم. لعمر معين، مم. هذا العمر المعين اللي انا اخاطبه ابي اقول له القصه كامله مم. وبيتعذ يتعظ. عمره 18 سنه قبلها ولا يدري في تقبيل ويدري شنو عواقب هالشيء، تدرين شنو المشكله؟ ان انا بتكلم بجرة ما قلتها من قبل. مشاهد اللي انت كتبتها المشاهد اللي حميمية فيها جرأه اوكي حميمية جرأة فيها أحلى. جرأه 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 ما بقى فيها خط احمر الجرأه 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 اللي انطرحت بثلاث اربع مواقف دائما العاقبه الاخلاقيه ترد بسبب هالموقف اللي صار بحياه هالانسانه اللي خرجت بثوب نوم ترى ما تزوجها وخسرت وتعقدت في عبره يعني في عبره, عبرة. اي ففي آه. في رساله فانت قاعد توجه رساله اذا حق البعض ما بيصير الرساله الفيج الواضحه اللي اللي وايد واضح فلازم يحس انه صدق تضررت صدق انفعل صدق تعلم فانا اشوف كتبي تفيد مضر مو عاديه لا قد تفيد لاني قاعد اطرح قضيه من كل الجوانب ليش ما صارت كتاباتك مسلسل راح ارجع واعرف منك الاسباب بعد دقائق وايد مستمتع بحواري مع ضيفي الكاتب الشاب الجريء يوسف رمضان أهلاً. يوسف والله بريء شكلك بريء صح صح احاول قحاول كيف اخاف اسالك سؤال اي, 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 اي بكسر خاطرهم <flash plays> زين قولي لي م... <تصف> <تصفح> يا قاعد يعطيني وجه الوجه الحزين عشان لا اسال اسئله اسئله هذا الورد حطيه فوق لا لا تحاتي بالعكس شوف انا جدا اقدر الانسان اللي عنده قناعاته بغض النظر عن الهجوم اللي تعرض له واحيي فيك هذه الجرأة للأمان يعني هذا شيء قلت لك تحت الهواء واليوم صح. قاعد أقول لك إياه بعد هذا الهجوم وجرأتك اللي البعض شافها إسفاف هل هذا السبب خلى هيا عبد السلام اللي كان المفروض تكون بطلة مسلسلك 11-11 تطلع من الكاست؟ أه هذا اللي سمعته آه والله. <applause> ما أدري هذا اللي سمعته أقول لك <applause> في لا وفي إيه بس خلينا اروح مع اللا <applause> لا ان لما كان في اتفاق ما ادري ايش دراكم بس أنا كل شيء اي اي واضح انه كان في عمل كان مليون خاطر طالع براءه مم. والموضوع خالص فما كان له اي علاقه بجرأة كتابي مم. بالعكس يعني يوم التقينا اول مره اهديتها مليون خاطر أوكي. وكنت بريء فما كان له علاقه والثاني ما ادري ايش اقول لك يعني أي ليش انسحبت؟ ما انسحبت صار اتفاق اخر ما ب... حصل اتفاق بينكم ايه يعني بالعكس راح يصير ان شاء الله في شغل بالمستقبل بس انا سمعت ان هي وفؤاد كان المفروض يكونون ابطال المسلسل صح عمل درامي صح الحين تغيرت الاسماء ما اقدر اقول لك اسماء منو بس م. ان نجوميه العمل ما يوقف على ممثلين يضيفون هي يضيف فؤاد يضيف بس النص نفسه هو اللي يحدد مم. مدى نجاح ولا كل مسلسل كل سوري كل فنان ترى اول مره تاتي انا لاحظتك. هي غرة كل ممثل طلع بعمل فشل نجح لان النص هو اللي يحدد. اما خروج فؤاد وهي أه انا اخر مره كلمت فؤاد ولما قال انا ما راح اشارك ب 11 11 قلت له يعني حرام اللي ياخذ الدور راح يصير وايد ستار كبير فيعني اللي عندك غرور يا اخي ثقة عمياء بنجاح العمل. طيب في اعمال مم. يوسف نجحت ك... كنوفلز او ككتب لكن لما الروايه تطبق كمسلسل الناس ما تقبلوها شو اللي يضمن لك شنو هالثقه ان انت عملك راح يكسر الدنيا اوكي الروايات اللي ما يعني اذا بنقول خلينا نكون اوضح نقول ساق البامبو مثلا اي احسن غلط الكاتب اللي يفوقني مراحل بكتابه الروايه سعود السنعوسي انه مو هو اللي كتب قصه سيناريو حوار فاحد خذ روايته قراها فسرها كيف وسواها مسلسل. م. انت لما تقرر تحول العمل لازم انت تقرره. انا اللي حولت 1111 -11 من روايه الى مسلسل. كانت قصه وسيناريو وحوار قصه وسيناريو يوزن. وحوار وبالتصوير وياهم وحتى باختيار الممثلين يعني الانتاج زائع مني من كثر ما انا قاعد اتدخل وكان عندي شروط، شروط ان انا ما يفرض علي اسم، اليوم انت ترسم بطل مزيون وينقون واحد ما يلوق مزيون او واحده يحبونها اربعه تطلع جاي ولا مم. واحده مفروض دمها خفيف ودمها ثقيل انت ف... راح تنقي تتدخل باختيار الشخصيه عندي عندي هالقرار مو اللي مم. الى هالحد من الحريه بس عندي صوت مسموع مم. وما في اسم مو انا مو مقتنع فيه فكل اللي ان شاء الله بيطلعون ب 11, 11 انا مقتنع فيهم 100% مم. فاللي سبب نجاح هذا وايد سمعنا عنه وقلت انه بيكسر الدنيا إيه. <applause> وهمشت كل الكتاب بمشاري حماده والسنعوسي طقيته لا 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 كذي وقلت عملي انا ما بعد عمل <applause> آه نهى اللي لما يكتب شيء او يمثل شيء او يصنع شيء مو الغرض منه يصير نمبر 1 لا يسوي انا يوم قلت بكتب مسلسل قلت ابي اصير افضل مسلسل بالخليج ما قلت بالعالم التاريخ بالتاريخ ما ولا بالسيزون اللي راح نعرف لا لا بالتاريخ بالتاريخ اي بالتاريخ الدراما الخليجيه هذا الجول مالي ان صابت معي راح اقول صابت ان ما صابت راح اقول اسف غلط بس اني ما ابدا مشرو مشواري بهالثقه وهالايم لو تارجت اصير حديث السنه السنه الجايه النسي بس يمكن انت انت يعني هذه مو روايه مجهود شخصي لك انت كمؤلف هذا عمل متكامل اذا المخرج ما كان صح اذا اختيار بالمخرج الفنانين واثق, واثق, بالممثلين, واثق بالممثلين واثق بالانتاج نقدر نعرف من المخرج و... لأ. 11 11 للحين لا ما في يذبحوني يعني <applause> وايد وايد بس اللي اقدر اقول لك اياه العامل المشترك الوحيد بين الروايه والمسلسل ثلاث حلقات متى راح نشوف 11 11 اتمنى رمضان يلا قول حق الراي كانت على الراي احنا <applause> ندور الاعمال الحلوه والمميزه وهو شوفي ليش ناجح <applause> رومانتك كوميدي ما في من يأينا هالحزه يا <applause> <applause> في الجمل الجمل, اللي اللي ما ما نقولها في مشاهد ما في ريوق, ما في ريوق اللي ريوق نحن بالصبح ما في ريوق تريق خبز وجبن وندور الستر اما اقوم الصبح الاقي بيض وكذي وتعال بخاله تريق عندنا لا في مشاهد مثل اللي قريناهم لا. ليش انا النص مو جريء اطلاقا مو جريء ليش مم. لان الروايه انا بالخيال مم. اذا انت خيالك جريء راح يروح بجرأة. مم. انا لا تحاسبني على خيالك بس شيء مسموع وتشوفه اكيد لازم ما يكون جريء فيعني انا مو مع الجراه بالاعمال التلفزيونيه لان انت تبي تعكس فكره واحده، الكل راح يشوف نفس الشيء. ليش الناس تتقبلها بدراما تركيه مثلا او بدراما آه لبنانيه مثلا او عربيه، بس لما يجي كاتب كويتي يكتبها مم. على ورق عيب. أي. ما لا يصير. غلط. إيه. لا على قولتك كنا نسولف تحت الهواء، مم. اذا مسلسل تركي كيوت والمقطع يتداولونه بالسناب وانستغرام. اي شوفي <applause> احنا عندنا نقطه هم مو ترى مو ضد الحب. والدليل الكتب الافلام اللي قاعد تنزح احنا نحب تو ثينجز رومانس كوميدي لما تسوي روايه رومانتك كوميدي المجتمع راح يتصورها مثل ما هو يبي بكل واقعيه التركي شيء البنت اللي قاعد طالع شو اسمه البوشنب هذا التركي ما ادري وكلهم اساميهم ما ادري شيء واحد تركي ايوه بوراك بوراك, بوراك ايوه هذا التقينا في برنامجنا سيزون 1 اوكي ون. اوكي إيه؟ ماشي اوكي إيه؟ انا من بوراك بعدين ما يصير إيه؟ لا شيء إيه؟ لا انزين فبوراك لما تشوفها وتقول الله مم. ابوها يقول لها ولا بحلامت مم. لما تشوف كويتي وتقول الله يقول لها غير القناه فاحنا عندنا مشكله اي اي إيه عندنا مشكله كذي اليوم الفنان مم. او الممثل موجود مم. وجمهوره موجود اليوم ترى احنا سعد لمجرد لما يالك ترى الناس ما كان عندها مشكله مع سعد لما يا الكويت الكل عصب عليه هو لان رد الفعل نزعل... اللي حصل احنا نزعل احنا نزعل من الاشياء بقى. اللي احنا ما نقدر نتحكم فيها وين انت بتوصل انا ان شاء الله هوليوود هوليوود اي يعني اليوم اذا مو طموحك افضل عمل بالعالم م. انت يو هاف تو انا لما بديت روايه كنت والله العظيم توقعت ابيع عشر نسخ يعني انا اول خمسه شفتهم يشترون كنت بعطيهم هك صدقكم انا ليش؟ صاير؟ بعدين صارت روايتك تنباع بالسوق السوداء ب 50 دينار ايش تدري؟ اي حسافه ونتقل. ما بعتها وياهم انا مم. فلما هذا لما انت ترى شوف المنع انا اول ما حولت للقضاء وقضايا زعلت مم. خاصه لما رحت المحكمه صدق وكنت متذهب لا حاشني بريك داون ما اتوقع كذي مخدرات ومجرمين وبعدين انا صار فيني لا غلطان انا انا مو فلما وصلت المرحلة انكسرت ابوي اول شيء قال لي قال لي على البركه ياك فري ماركتنج لما الشارع كله يشب عليك وكتابك يصير اوت اوف ستوك انت قاعد دعايه غير مباشره الناس تدفع عشان تحصلها فالحمد لله انا اللي لاحظتها بس واللي قلت لي عنه ان الوقت اللي وقفت وزاره الاعلام نشر كتابك هني بالكويت كان ينباع في السعوديه وفي الامارات وفي قطر وكل دول الخليج العربي ينباع مكة مم. ف مم. فصار الموضوع انا اقول لك هو موضوع شخصي مم. الشارع شب على هالفلان منعوه خلاص ليش يعني كان في نائب مجلس ثم قاعد يسال وبعيد عن المجلس والسؤال بيسال عن كتاب معرض الكتاب سنستجوب وزير الاعلام عن هالكتاب وقفوه منعوه تخذوا في الاجراء المناسب زين غيره غيره في على لا لا اوكي خلوه بس انت اي يعني كبش فدا والحمد لله ما قل لا من عزمي ولا شيء شكرتهم طلعت براءه كملت بدال الروايه مسلسل فيعني اليوم العزيمه اللي يبي يوصل حق الشيء يوصل له هل انت مصر على انك تتخذ هذا النهج خالف تعرف او انك تسوي لوية علشان ماركتينج وكذا هل مم. هذا راح يكون نهجك 11 11 الروايه مو يعني ما في ما راح نسمع لا لكم 11 -11 <applause> لا ال 11 11 الروايه نفسها مم. اللي نزلت قبل فكره المسلسل ما فيها ولا شيء جريء فانا بينت ان نجا... 11 نجحت اكثر من الثنتين اللي قبلهم على أوه. الاسم وعلى عيد ميلاد نوفمبر 11 لا على الوقت 11 11 فعلى العوامل اللي ساعدت من نجاح الروايه ما فيها ولا شيء جريء أوه. فوايد بسيطه ما فيها 11 11 وين الامهات؟ هنا الامهات عادي يقرونها عيالكم من 13 رود لان انا استوعبت ان هذا م. السن قاعد يقرا لي غصبا علي. يوسف انت مستوعب ان انت ككاتب شاب لما تكتب روايات فيها حب وغرام انا لما قلت اني راح استضيف يوسف رمضان قبل شوي على السناب وايد اسئله من معجبات يمكن مراهقات يمكن شابات بليز سالي هل هو عاش التجربه؟ هل كتاباته عن قصه حب صجيه؟ يعني نحس الشاعر يكتب من تجربة أنت كتبت من تجربة؟ أنا لما أطلع على الهواء أو أكتب أو أطلع مقابلة أقول حق كل اللي حواليني ترى أدري هذا مو صاحبكم ويدرون وتعودوا فرق أنا اليوم ما راح أقول له أنا شخص رومانسي بالصدق أنا إنسان بعيد كل البعد عن الرومانسية بالعكس بس هذا الشيء اللي بيني وبين نفسي مم. فهذا خيالي انا مم. اليوم انا ليش حاب بالمسلسل لان اخيرا راح اخلي الناس تشوف اللي بخيالي مم. ف خيالك فيها المشاهد الرومانسيه يعني انت شاب رومانسي ما ادري اذا شيء زين اي اذا شيء مو زين شوف انا شيء نادر اليوم انا اشوف كل شاب في جانب كوميدي في جانب رومانسي في جانب جدي في جانب كذي تصير كله رومانسي بتصير بايخ بتصير كله كوميدي ما راح تاخذني جد هم ما راح تقبلك بتصير دائما جامد فانا اشوف تبي تقرا لي هذا الجانب الرومانسي تبي تقعد معي لا ما راح اسولف معك كل. لما اقعد مع شاب ما اسولف لهم روم... نهائيا فانا احب انك تكون متلون وعلى حسب المزاج طابور المعجبات هذا ما شاء الله اللي يصير واللويه هذه اللي تصير هل هي اللي خلت دور النشر تتاذى لما يوسف رمضان يكون موجود بوقت معارض الكتاب شنو اللويه اللي تصير لما تكون موجود والله شوفي هم انا شوي مستفز يعني شو تسوي؟ يعني اقوم اصور الطابور اصور الزحمه وبارت هذا يعني حقك اي هذا حقك اوكي كان عندي It's برنامج براي like... براديو راي ويوم منعوا الكتاب حطيت اغنيه راشد الماجد وكتبت تويت اغيب بكيفي وارجع اتفنن واذكر ناس فيني ما نسوني الناس عملهم ما يدرون ان هذه اغنيه راشد ايه هذا مغرور وما ادري شنو مم. فيعني دور النشر من لصالحها يجون الناس مم. ارض المعارض يشترون كتابي ويشترون كتب بعد مم. بس ما اشوف انا دور نشر زعلانه يمكن كتاب زعلانين تصير ترى التنافس جميل مم. وبس الحين احنا بالراي ابي منك تعطيني هند او معلومه حصريه أوكي. حق اللي يتابعونا ليلى عبد الله تمثل بالمسلسل 11 11 100% خلاص خلصتوا معاها مو خلصنا معاها لان هي من اول الاشخاص اللي كان يبي هذا يتصور مم. فانا اي منتج اي شيء كلمه اقول له شيء ليلى فليلى از وباقي باقي الكاست شوقتنا على المسلسل على ان شاء الله حلو احنا نتمنى لك كل التوفيق بكل شكراً خطوه تسويها شكرا انا حسيت ان كني كني <applause> بجيلانو كني ببرنامج امريكي فمشكوره آي انك آيه آيه يعني انت مشكوره ان احنا قاعد نتطور مو بس بالروايه والمسلسلات حتى بالتقديم بالعكس هذا البرنامج هذا اضافه لي <applause> والثيم والفكره والفرقه <applause> يدل ان احنا قاعد نوصل للغرب وقد لكم مشكور الحمد لله هذا ترى مو مجهودي يعني انا يعني الشباب فريق اعداد يعني مفرق. واحنا نقدر جدا انك جيتنا اليوم وتدري ان الاسئله جريئه والحوار جريء لكن ما شاء الله عليك يعني اتمنى لك كل التوفيق يوسف شكرا يوزف. انا ادري النيه إن <applause> فائده الجميع مو الاثاره فشان أتشرف بوجودي معك كل التوفيق لك ان شاء شكراً. الله في كل خطوه تخطيها مشكور. وناطره منك نسخ من كل كتبك موقعه باسمك صراحه اي لوف يور ورك والله يوفقك من هالاعلى ان شاء الله حاضر. شفنا هذا الجانب اليوم مع كاتب جريء تعالوا نشوف اراء مختلفه مع اصحاب دور النشر عندنا بالكويت بعد شوي من مستوى العام لاصدارات الكتب خلال السنوات الماضيه، بالاضافه لتوجه ملحوظ من شريحه كبيره من الشباب للكتاب، لكن هذه الزياده في الكم اثرت بشكل كبير على مستوى الجوده، حواري القادم مع احمد حيدر صاحب دار بلاتينوم بوك اللي اصدرت معاهم ديواني الاول ملح الشعر. وسعد البدر رئيس لجنة تقييم الأعمال الأدبية في دار نوفا بلس حياكم الله معاي الله يحيط. سعد أحمد طبعا ما في بيننا كلافة معرفة قديمة وسعد ما شاء الله من كنت ولا زلت يمكن من الإعلاميين والصحفيين النشيطين دائما في هذا المجال قواكم الله سؤالي أول شيء عن سر إقبال الشباب اليوم على الكتابة يمكن بسأل أحمد أول إن اليوم قاعد نشوف كتاب شباب مشاركته الاخيره في معرض الكتاب لقيت كتاب اعمارهم 12 سنه و11 سنه، هل عنده المقومات فعلا انه يصير كاتب ولا هذه هبه جديده؟ والله شوفي احنا يمكن نتكلم قبل ست سبع ثمان سنين يعني احنا دائما نتشيحط ونفتخر ان احنا رواد دور النشر الشبابيه واول دار نشر شبابيه طلعنا. صح. فكان الوضع وايد مختلف، كان الجمهور فئه مختلفه تماما. الشباب هذول كان صعب جدا أن لهم بالمعرض م. الفئه دائما اكبر فوق الثلاثين فوق الأربعين يدورون كتب معينه كتب نخبه اللي صار خلال السنوات الاخيره كسره الحاجز اللي سويناها ظهور دور نشر جميله جدا مثل زملاء في نوفا وغيرهم م. ساعد في زياده عدد الكتاب طرديا مع زياده عدد القراء الشباب م. فالظاهره باجمالها إيجابية مم. وإن كان فيها سلبيات وإن كان فيها بعض الكتب يمكن الناس تقول لك والله دون المستوى ولا غير مؤهلة لكن انت اليوم تتكلم كل شيء لازم يكون له ضريبه. انا اخر مره بمعرض الكتاب احمد لقيت واحد صابغ وجهه الوان ويتمشى يعني بدون ذكر اسماء. صحيح يعلن عن كتابه وهو شخصيه اصلا مستفزه بالسوشيال ميديا. صحيح. ومعروف صحيح. باستفزازه يعني يمكن عرفته عم اتكلم عرفته طبعا طبعا. شلون؟ شلون صار كاتب؟ شلون؟ يعني شوفي هذه طبعا العمليه تخضع لدور النشر، انت كدار نشر بيدك صلاحية ان انت تطلع ككاتب ولا لا؟ انا طبعا يعني ما احترامي انا ما اعرفه شخصيا بس لو يقدم عندي اكيد ما راح اقبله لأنه ما راح ارضى باسمي، في دور نشر ممكن تكون مثلا يديده تبي تطلع صورتها باي شكل فتشوف ان هذه وسيله مناسبه، بالنهايه انا ما ابي اتكلم باسم احد ثاني ف يعني خليني باللي عندي <تسعيل> من المسؤول سعد برايك عن تدني مستوى الكتاب والكتابه اليوم والكتابات الجريئه والطرح اللي يوصل احيانا لحد الاسفاف من المسؤول دار النشر ولا الكتاب ولا عدم الرقابه ولا شو الموضوع طبعا انا ما احمل الكتاب مسؤوليه حتى لو كان الكاتب هو صاحب المشكله الاساسي احمل دون نشر البعض وليس الكل لان دون نشر شلون تقبل بطباعه هذه الاعمال <applause> أنا أتكلم كلجنة تقييم، أنا تصنع مال بهذه الطريقة؟ <applause> أرفضها لأن أفكر بشيء أول شيء أفكر فيه، هل <applause> هذا الكتاب أسمح أن يدخل بيتي؟ <applause> أوكي، ما أسمح فيه عيل ما أسمح يدخل بيوت الناس؟ <تصفيق> <تصفيق> لذلك دور النشر هي إيه المسؤولة عن موضوع الكتب هذه وانتشارها ووجودها. لذلك انا احمل هالمسؤوليه تالي احمل الكاتب اللي ما مرات يطبع على حسابه او شيء كذي وهذه دور رقابات عاد هني نقط الكوب ملعب رقابه انه لازم تمنع نوعيات هذه الكتب وما تخليها للتداول. هل في كتب شفت منشوره من دور نشر ثانيه غير نوفا بلس استفزتك؟ انا ما ابي او سالت نفسك ليش وشلون وصلت لل... انا اتكلم عن... عن, قبل نوفا انا كوني ككاتب قبل ما اكون طبعًا مع كاتب. نوفا بلس في كتب استفزتني وفي كتب استغربت وفي كتب انا انا استحي وانا قاعد اقراها يعني م. انا شاب واستحي فما بالك فاستغرب إن هذا شلون يسمحون بطباعه مثل هذه الكتب اساسا واوجه اللوم لهم مرات رحت وسالت بعضهم يقول لا واحنا عندنا لا واحنا نبي نشجع لا هذا مو تشجيع بس ما في تصنيف للكتب حسب الفئه العمريه يعني قبل شوي كنا مع كاتب جريء نوعا ما يوسف قال انه يكتب لفئه معينه فوق 18 سنه انت وكدور نشر هل عندك هالفلترة؟ انا هذه انا اسفه عند <applause> لما احط تصنيف اشجع الاصغر انه يقرا. <applause> ما اشجع انه لا ما اقول لهم يا جماعه 18 كذي هذه عن تجربه صارت معنا، ايه؟ احنا عندنا كتاب يعني يتعلق في اكلة لحوم البشر او شغله ففي بعض الصور م ومجاز من وزاره الاعلام وكل شيء. تعمدنا ان نحط عليه فوق 18 عشان ما نبي الصغار بالعمر يعني ينتبهون هالكتاب الكتاب في شويه صور عند قصص حقيقية اللي أكلت لحوم البشر آه. فتفاجأنا كل طلبة المدارس صحيح. والصغار يو... إلا يبون هالكتاب فنقعد نتناجر انت... معاهم بالمعرض إنه لا هذا تبي لازم ولي أمرك أو لازم مدرستك تجي إنها هي اللي تأخذ الكتاب لأن الممنوع مرغوب فصار الممنوع مرغوب مثل ما قال أخوي سعد فصار صعب إن أنت تسوي هالتصنيف وطبعا على حسب يعني قرارات الوزارة ما في شيء يحط يجبرك إن أنت تحط يعني صحيح. كدار نشر و... ودور النشر هي اللي تفلتر نفسها، واليوم تتكلمين عن دور النشر يعني صار العدد كبير هي مثل ما قلت ظاهره ايجابيه بس هم نفس الوقت لها سلبيات يعني مم. العمليه لا زالت تحتاج تنظيم برايي الشخصي مم. يعني اليوم اي واحد اي واحد ها مم. ولما نقول اي واحد اقصد اي واحد مواطن مقيم جاهل عالم شنو شهادته؟ يقدر بخمس دقائق يسوي دار نشر صار سهل انشاء هذا سؤال ايضا ودي اسالكم اياه احس صح... صار شيء شي... وايد سهل انك تسوي دار نشر صح. خاصه فيك تجيز الكتب على مزاجك هل الموضوع بهذه السهوله من ناحيه وزاره الاعلام اه لا ل... انا بخليها حق احمد لان تناقشنا أوي. فيها قبل البرنامج <applause> كان عنده اجابه تفضل انا اقول لك مم. انت تتكلمين عن دار نشر حقيقيه ولا وهميه ورقيه بس تشتغل طياري هني في فرق اللي, اللي اللي تشوف منها كتب شوفي هذه حقيقيه الاثنين قاعد تشوفين منهم كتب اثنين قاعد تشوفين منهم كذب في دار نشر عندها مقر معلوم انا اليوم اذا ابي شيء من نوفا اعرف اروح لهم المرقاب أدي المكتب وما متفاهم وياهم عندها مكان عندها ناس معروفين م. تتكلم معاهم في مخزن في موظفين عنده في كذا مسجله كده. رسميا مسجله رسميا وكل شيء م. هذا طبعا ينطبق على بلاتينيوم على نوفا على بعض الدور زميله موجوده التكاليف طبعا بتكون عنده اعلى يحرص انه الظهور بشكل افضل بالمعارض يحط ديكورات ويرسل الناس وكذا فراح يكون عنده كل شيء في ناس يقول لك لا انا ليش اسوي كل هذا؟ ايميل وحساب بتويتر وحساب إنستغرام وفي شغله مع الاسف مسموح فيها يعني بشكل غير رسمي يسمونها الرخصه الطياريه أو؟ اللي لا بالبزنس يعرف انا ايش قاعد اتكلم عنه ياخذ له مكتب ولا موقع معروف ياخذ له مكتب لمده شهر واحد مم. يطلع عليه الرخصه ويسكر المكتب يعتقد كل تكاليفك 500 دينار طلع فيهم رخصتك و واشتغل اشتغل اطبع كتب اتفق مع مؤلفين بالاجل بالدفع تطبع مع المطبع بالاجل صحيح مم. وروح دش معارض مع الاسف ادارات معارض الكتب ما تتحقق من مدى وجود الشركه او دار النشر فعليا م. اللي هم بالنهايه انا اشوف كتب قدامي حاط لي شروط والله ابي عندك 25 اصدار تقدر تشارك بالمعرض فيقول له تعال شارك انت عندك 25 اصدار تعال اعطيك. الضجه اللي صايره اليوم والترند الاخير اللي هو السوشيال ميديا ونجوم و مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهير السوشيال ميديا. سعد هل انت ملاحظ اليوم ان دور النشر تروح حق هالمشاهير عنده محتوى ما عنده محتوى، تعال الف لك كتاب؟ اي وللاسف هذه الظاهره طلعت مؤخرا انا لي ملاحظه عليها يعني انا اتكلم عن تجربه غربيه مثلا اذا احد المشاهير بيطرح كتاب شو يسوي؟ يستعين بروائي يكتب صحيح له وهذا مو عيب بالعكس هو يبي يقول شيء عنده فيستعين واحد متخصص يكتب لكن عندنا للاسف البعض وليس الكل غير متخصص ويكتب زين تعال انا بطل الكتاب اقول الماده الماده مو مفهومه <applause> انت تبي تستغل هالشيء للربح المادي يا اخي استغل <applause> شلون تقصد غير متخصص؟ يعني مو كاتب ولا مو كاتب إيه ولا يعني لا انت كاتب ولا شاعر حتى لو انت كنت تحب الكتابه يمكن <applause> انت مو يعني ما عندك الموهبه <applause> لذلك آه تطرح كتاب بحثا عن الربح للاسف اغلبهم يبحثون عن الربح المادي <applause> والربح المادي السهل جدا فانا اقول له لا يعني هذا مو مجالك لا تدخل فيه يعني <applause> والدور النشر اللي تحفزهم على هذا الشيء <متصفيق> ايضا هي المسؤوله لان الدور النشر تبحث عن هاله اعلاميه وزحمه وتعالوا يا جماعه شوفوا عندنا عندنا زحمه لكن بالنهايه هي شنو زحمه؟ زحمه فارغه يعني انا اخر مره رحت معرض كتاب ما ادري داشة معرض كتاب ولا فاشن شو هذا غلط يعني الوضع صراحه شيء غريب راحت هيبه معرض الكتاب <متصفيق> لا لا بالعكس <applause> <لا تصفيق> <applause> <شلال الله> <applause> خليني اقول الله انت ما يصير تقول هم يعني انا انا طبعا ايد سعد 1000% باللي قاله <سؤال> بس هم ما يصير تقول انا احط بلوك على كل مشاهير السوشيال ميديا لا طبعا ما نحط بلوك, بلوك، اليوم انا عندي سعد قال عن التخصص عن التخصص فانا اتفق معه 100% اليوم عندي مثلا شاعره ممتازه اسمها نهى نبيل الله يسلمك انشرت انشرت في شعر ملح الشعر الحمد لله انشرت يعني في مجال تخصصها الناس تدري نهى قبل لا تصير اصلا مشهوره بالسوشيال ميديا لاي سبب كان فاشينيستا او غيره يعني من المسميات هي اصلا شاعره مم. وتشارك بامسيات وغيره، فيوم في جينا طلبنا من نهى انه والله نبي ننزل منك ديوان، احنا طلبنا من احد متخصص. كان شيء مكمل بعد ل وكان شيء مكمل من لمشوارها، عندي مثلا من لسامي اذا تبين يعني ما اعلنا عنها لحد مم. الان مم. وقت الحلقه يمكن ما اعلنا بعد مشاري مثلا البغلي مشاري شاب جميل جدا تخصصه كله في القران الكريم. مم. جميل الولد صوته رائع جدا وعنده فكرة أن أنت عشان تفهم عشان تقرأ القرآن صح لازم تتدبر فيه فقال أنا أبي أسوي كتاب عن التدبر في القرآن الكريم أبي أتدبر بكذا سورة وأبي أنزل بكتاب معين بسيط لفئة الشباب وهذا قلنا له أوكي كتب طبعا وإحنا عندنا التدقيق اللغوي وعندنا اللي صحح وهذا من نواحي ثانية نحتاجها طبعا وقلنا له توكل على الله يعني أحمد أحمد وهذا يتفق معي على موضوع نقطة التخصص جدا يعني البغلي متخصص نهى شاعرة انا يكتب في تخصص احنا نسوي لقاءات قبل من اول الألفية أه. محمد قاسم بنوهى محمد قاسم مثلا متخصص في موضوعات العلم بس لا يصير انه والله انا بس لانه عنده وايد متابعين فابي أكسب جمهوره ايا طيب كان طيب في شغلة اذا تسمحين لي اضيفها في بالغرب بامريكا وأوروبا عموما في شغلة يسمونها الجوست رايتر يس yes. اللي يتكلم عنها سعد <متحدث> <متحدث> الجوست رايتر هذا تيلا انت يكتبه. مو روائي انت <متحدث> عندك قصه عندك احداث معينه صارت بحياتك بس انت مو روائي فتجيب الجوست رايتر تستعين فيه هو <متحدث> اللي يكتب سواء <متحدث> كجوست رايتر او ككو اوثر يعني <متحدث> مساعد مؤلف اغلب المشاهير يسوونها برا واغلب المشاهير يعني عادي مم. ما في اي حرج يقول لك لا شلون الناس يقولون مو انا كاتب طب يا اخي انت لك تخصص لك مجال يعني بس مو مو بالضروره طيب بعد شوي راح نشوف قصص العجب في هذا المجال عمره 25 سنه ياخذ مصروف من أبوه وينزل كتاب اسمه تجربتي بعد الفاصل <applause> تقدمة بشكل عام عرفوا ان الطفل هو يعني الاساس الاول في المجتمع القراءه شيء بالتربيه يعني مثل ما احنا مثلا اهلنا ربونا على اشياء وعادات معينه القراءه ايضا عاده لازم الاهل اتوقع انهم يربون عيالهم عليها وبالتالي سبقونا بسنوات عديده يعني مو اقل من 100 سنه هذا من 100 سنه تقديري بس فهم ذيك الساعة خلقوا للطفل المادة التي تغنيه وتنمي عقله وتنمي روحه وتنمي كل شيء بالنسبة للعرب أتوقع أن هذا النوع من الأدب بدأ يعني بوقت تقريبا قصير يعني مو من زمان وايد إحنا عندنا تأخر وبطء في الجانب فنحتاج تضافر لأنه ما الحين وقت لتضافره مو تضافر شخص أو شخصين مؤسسات المجتمع المدني الأسرة والأسرة أتكلمك عن الناس كلها عرفوا شنو هالقيمة وربوا عيالهم وكذلك نفس الطريقة القطاع الخاص له دور هناك في دعم الكتب والمواد السمعية والبصرية والمقروءة وغالبية اللي يكتبون للأطفال تعرف إحنا الحين أطفالنا يعني هم ما يقرون لغة عربية كثر ما يقرون بالانجلش اغلبهم مدارس خاصة واغلبهم عربية لغتهم العربية ضعيفة. الجانب العربي نوعا ما تساهلنا واستصغرنا هذا الموضوع وشفنا انه هو الطفل مجرد طفل. وبالتالي هو لا يفكر وننتظر الى ان يكبر لعل ذيك الساعة نعطيه ويتلقى ولكن هو اكبر متلقي حينما يكون عند الصغر. يعني يدققون على اشياء انت ككاتب وكراشد ما 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 تخطر على بالك. نبي الاسلوب شوي نتجه الى الاسلوب الغير مباشر. وثاني شيء يجب ان نجمل اساليبنا ونخليها اساليب عصريه. وغالبا نقدهم ترى ما في ما في مجامله، بالعكس في صراحه وفي دقه وفي وضوح. الطفل لما يبحث لما هو يدور المعلومه ترسخ اكثر من انت لما تحفظها وتنساها. مو معقوله احنا في دول دولنا المكتبات العامه نوعا ما مهجوره بينما المكتبات الغربيه للحين المكتبات العامه موجوده وفي عليها اقبال. تنوع دور النشر ما شاء الله الحين كم دار نشر كويتيه طلعت؟ كم مكتبه كويتيه طلعت؟ هذا معنى ان هذا السوق قام يبدا في رواج يعني. احرص انك انت تحضر معارض كتب، احرص انك تروح مكتبات، احرص ان هذيك الساعه تناقش اطفالك عن بعض المسائل الموجوده وذيك الساعه تبين لنا ترى هالمساله هذه موجوده في كتاب الفلاني او في القصه الفلانيه او بعض المرات بتوجهها في طريقه لا توجه بطريقه وعظيه، يجيب له قصه من القصص يا يعني انك ذيك الساعه تختلقها مثل أباءنا واجدادنا الله يحفظهم ان شاء الله كانوا يسوون حزايه وكذي هالامور حق الاطفال، يا يعني انك اذا انت ما تستطيع في كتب جاهزه مجرد انك تقراها قراءه واقراها معه راح تنمي لغته، راح تنمي خياله، راح يساعده في القراءه، راح يحببه في الكتاب. دور المشكله دائما عند الطفل اذا الطفل اليوم حب القراءه راح يكبر معاه هذا الموضوع ويصير عنده الامر معتاد يكون في ايده كتاب غير كتب الجامعه او كتب المدرسه بس السؤال اللي بطرحه عليكم اليوم شلون تقنع الطفل اللي تعود على الايباد والصور والحركه انه يقرا كتاب في زمننا هذا طبعا هذه مسؤوليه مشتركه بين دور النشر والاسره الاساس الاسره هي لازم تقنع الطفل باهميه الكتاب وشنو ممكن يبني بداخله أه احنا كدانا بلس ما كان عندنا كتب متخصصه بالطفل ليه السنه ضيق الخلق إيه من الاخر لا اي ليش احنا اطفال يشترون كتب هذا قلنا لا لازم نسوي شيء وفعلا تعاقدنا مع احدى الشركات العالميه ماموث مم. وجلبنا مجموعه متخصصه عفوا كتب متخصصه بالاطفال مم. عشان نجذبهم وناسسهم معانا مرحله عمريه لي يتمكنون يكون عندهم القاعده الكافيه انهم يقون الطفل محتاج الكتاب اللي يجذبه اليوم حتى يعتمد الكتاب على شيء ملموس يحط له لهم العاب صور، داخل ألوان، الكتاب صور تلوين مم. ممكن هو اللي يشجع الطفل انه يوصل لمرحله انه ها ينتقل من الصور مم. الى القراءه وهذا ارجع واقول تشجيع الأسرة لان احنا ما صرنا كتاب او قراء الا من تشجيع اسرتنا وتعال اقرا وتعال شوف احمد عندك عيال كابو مم. بتكلم مم. تشوف ان الجيل الحالي متجه للكتب الانجليزيه اكثر من الكتب العربيه لان فيها جذب اكثر لون ال... يا اخي في حياه الكتاب والله شوفي خل... خليني اقول لك ترى مو بس الطفل حتى الشباب يعني احنا من اول ما تاسسنا قلنا عندنا رؤيه فيجن راقي جدا وسامي جدا نبي نغير مجتمعنا من مجتمع لا يقرا الى مجتمع يقرا واو كلام جميل تعال طبق شلون بتطبق؟ تبي تروح حق اللي عمره 40 و50 سنه تقنعه طول عمره 50 سنه ما يقرا تبي تقول له تعال الحين اقرا قلنا لا يا الطفل <applause> يا الشاب لقينا ان الطفل وايد مساله صعبه علينا اكون صريح معاك لان الطفل انت تحتاج تعاون الاسره اذا الاسره اصلا ما تقرا فما راح يكون عندهم موضوع القراءه مهم المدرسه مع الاسف انا لي عتب شديد جدا على المكتبات المدرسيه ما اشوف انها قاعد تقوم بدورها كل الكتب انجليزيه لاحظت؟ يعني سواء يقرا خليه يقرا انجليزي عربي ان شاء الله صيني خليه يقرا مم. بس <applause> المهم خليه خليه يتكون بينه وبين الكتاب يعني. فاتجهنا لفئه الشباب مم. بدينا معاهم على طول اول شيء شفنا شنو شنو مشكله الشباب هل عندهم الشباب مشكله مع الكتب مع كونسبت مفهوم القراءه نفسه ولا ما لقوا شيء يقرونه فاول شغله قلنا مو معقول يا تقول له يا تقرا نجيب محفوظ يا انت ما تقرا ما راح يقرا ما راح يقرا ما راح يبي واحد صغير يبي واحد قد يبي واحد, واحد يفهمه فبدينا يبي مشاهد واشياء اكشنات عرفت مرات مرات, <applause> مرات. ف... <applause> فبدينا نغير طريقه التسويق تغيرت قبل, <applause> قبل القارئ مو قاعد ساعه يقرا الكتب <applause> عشان يختار كتاب واحد يطلع، الحين لا القارئ يمر خمس دقائق ياخذ فكره عن 15 كتاب <applause> بسبه المسوق اللي واقف بالجناح اللي فاهم الكتب <تصفيق> وقاريهم <تصفيق> يختصر عليه الوقت، الديكور يلعب دور، طريقه الاغلفه انا وايد اول ما سوينا دار نشر كان يوني مع اساتذتنا ونجلهم ونقدرهم ونحترمهم المؤلفين الكبار بالعمر <applause> كانوا يقولون احمد ايش قاعد تسوي؟ شلون مسوي غلاف ملون كذي الغلاف بس لون ابيض ولوحه الغلاف واسم الكتاب كئيب <applause> <applause> قلت له عمي <تصفيق> عمي <تصفيق> هذا 1950 كان ايش <applause> <applause> بقول الحين يعني ما اليوم احنا انت جيل يعتمد على الصور يعني احنا نبي صور يعني انت تفضلتي قلتي لي الايباد والتكنولوجيا شلون تجاري؟ ايضا موضوع اخر حاولنا نشتغل عليه والحمد لله نجحنا بدرجه ما ان انت تنشر كتبك الكترونيا اه اليوم احنا نفتخر ان احنا اول دار نشر بالخليج واعتقد لازمنا الوحيدين بالكويت اللي عندنا اتفاقيه مع شركه جوجل العالميه <applause> موقعين معاهم اتفاقية كتبنا تنزل الكترونيا عن طريقهم. يقدرون يشترونها الكترونيا. يقدرون إلكترون يشترونهم الكترونيا وبأسعار أرخص وعندنا كتب أرقص. الترجمة بعد احمد. وعندنا يعني كتب الترجمة يعني. يعني وصلت الحمد لله للعالمية م -م. كتاب فوبيا زميلنا محمد العنزي يعني برافو. م -م. وصل للعالمية كتاب زميلتنا حنان حلو ذا بيوتيفول دايز الأيام الحلوة م -م. يعني. في كذا كتاب تترجم مريم واخواتها كتابي شخصيا بالطريق ان شاء الله أوه. برافو فالحمد لله يعني قاعد شويه هني شويه هني بس هذا كله يبقى بجهود ذاتيه يعني أوه. بالنهايه انت كدار نشر كشركه خاصه كشركه صغيره على قدك شويه شباب كنا طلبه بالجامعه يلا أوه. بنسوي مشروع وقطيه ونسوي دار نشر ما كنا <applause> متصورين ان بنكبر لهالدرجه كنا صريح معك يعني احنا بدينا بطاوله بالاجار يعني احدى دور النشر بس اليوم تكف... ما شاء الله ينحسب لكم تكفى عطني طاوله عرفتي هذه انت عمرك 21 سنه تكفى عطني طاوله ببيع فيها كتابي حلو اليوم لا احنا نتكلم بلاتينيوم بوك اكبر جناح في الكويت في ابو ظبي في حلو. الدوحه في 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 معظم المعارض الخليجيه انت اكبر جناح الناس تمر تقول شوف الجناح الكويتي شحالاته طبعا بالنسبه لنا صاب ما يبارد انا انا بس عندي سؤال شباب وخصوصا يعني نشوف ان الناس ما تقرا وما في اهتمام بالكتب الا بفتره المعارض فصاير الموضوع موسمي هل قاعد تحرصون مثلا في نوفا بلاس او في بلاتينوم بوك ان يكون في عندكم انشطه طوال السنه نحفز الناس نذكرهم احنا بالـ بالـ بالقرايه احنا شارك طول السنه معارض يعني سواء على معارض الكويت او بقيه معارض الجامعات وهذا نسعى يعني كل ما أتينا ان نشجع الشباب حتى من خلال السوشيال ميديا أن تعالوا يا جماعه كتب جديده نطرح كتب كل فتره كتب جديده عشان نشجعهم. آه الشباب محتاج شنو؟ آه محتاج آه دورنا احنا كدور نشر ان نجذبه باي طريقه. سالفه إن بس آه معرض الكويت هو الموسمي هذه للاسف لان جل تركيز السوشيال ميديا بين قوسين آه على الكتب خلال شهر 11 بس بس القضيه صارت شهر 11 وبعدين ما تلقين اي رده فعل م. وهذا احنا واجبنا احنا نفعل ونحاول نجذب يا جماعه في اصدار جديد نزل في كاتب الكاتب اللي تحبونه اصدار اصدار جديد فنحاول نفعل م. بهذه الطريقه م. هل دور النشر اليوم صار هدفها عيل تجاري ولا نشر ثقافه يهمك انك تسوق وتبيع كتب ولا يهمك تنشر ثقافه طبعا انا ما راح لك اقول لك التجاري لا التجاري موجود اكيد لكن ليش ما ندمج بين الاثنين <applause> ليش ما اجيب الماده اللي ممكن تنشر زين وتجذب القارئ وتفيده زائد الربح المادي <applause> هي أيوة مع بعض بس ما استغل الربح المادي لاجل شيء اخر <applause> اني اجيب اي ماده بس اني اضمن انها تبيع وخلاص لا انا لازم انا كلجنه تقييم نوفا بلس انا الكتاب اللي مر علي لازم اعرف انه في في عده مراحل اول شيء القيمه الادبيه القيمه الفكريه الفكره الجديده وتالي احسبها ربحيا يعني اقول لا تعال هذا الكاتب لا تجربته ممكن يساهم معنا بنجاح الكتاب مم. واحنا كدانوفا نقوم دونا اما اني اي وادور انا كدار نشر ادور احد يعني اقول له تكفى تعال عشان نحقق من ربح لا ما هذه اساءه لدار النشر مم. نفسه ممتاز مم. اللهجه العاميه والكتابه باللهجه العاميه مؤخرا صاير يعني اغلب الكتب والروايات اللي تنشر او اللي الناس تحبها وتتابعها هي اللي مكتوبه باللهجه العاميه، ما تحسون ان هذا الشيء ممكن ياثر على اللغه العربيه؟ ان الناس خلاص ابتعدت شوي عن عن اللغه العربيه وصارت تستسهل العامي اكثر. والله شوفي في يعني بعض الزملاء الكتاب يكتبون بالعاميه لعدم قدرتهم على الكتابه باللغه العربيه، وانا اعتقد هذه الفئه هي اللي فيها مشكله لان كنوع من التهرب كنوع من الاستسهال العملي شلون كاتب وانت فقير في اللغه العربيه هذا اللي انا اقوله لكن احيانا انت تستخدم اللهجه العاميه لاغراض معينه داخل النص بحيث انه توصل صور معينه وهذا يسوونها كت... يعني كبار الادباء يوسف ادريس احلام استغان من اللي اليوم الكل يقرا لها وهذا ترى كاتبه باللهجه الجزائريه باللهجه العاميه المؤدبه اللي قاعد نتكلم فيها وفي لهجه هذا ايه ما تنقال لا إيه؟ 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 لا لا انا قاعد اتكلم عن اللي ينقال اللي ما ينقال هذا موضوع قصه <applause> اخرى هذا قصه اخرى يعني ما نبي نذكر اسامي <applause> فانا اتكلم وبعدين ترى حتى اللي ما ينقال عشان نكون يعني منصفين حتى اللي ما ينقال ممكن باللغه العربيه في اشياء ما تنقال مو بس باللهجه العاميه <applause> فاللي ما ينقال بس كنا نقول عن نزار قباني جريء مسكين ما قال شيء بالنسبة حيش طلع طلع حيش طلع وايد طلع طلع وايد طلع فقير <applause> <يطلع وائد> <applause> الكتب العاميه لها جمهورها ما احنا كدونا ما يصير اغفل هذا الجمهور والله اقول والله انا مو عجبتني الكتب لا انا العاميه ما تعجبني ما اطبع لك لا لها قراء ولها جمهور في ناس نجحوا عن طريقها فما ما لازم ما لازم ننكر وجودهم يعني, <تصفيق> م <تصفيق> م يعني ما تقدر عيل تحد منهم ولا ولا من مو بس بالعربيه على فكره يعني بالانجليزي تلاقي نفس الشيء بالفرنسي تلاقي نفس الشيء وكتاب عالميين يعني ستريت وفي اللانجوج ابي اختم حواري معكم بسؤال اخير أي. هل تشوفون ان اليوم الناس رجعت للقراءه مره ثانيه ولا العزوف اللي شهدتها القراءه وقراءه الكتب تحديدا خلال الفتره خلال السنوات الماضيه للحين مكمل ومستمر ما في اي عزوف مم. في اقبال شديد ومعرض الكتاب شاهد على الوضع العام تعالي شوفي بعينك شلون الزحمه والناس تشتري، مو بس دور النشر الكويتيه مم. ايضا جميع دور النشر الاخرى، أه سالت الناشرين كلهم يقولون دور معرض الكويت من افضل معارض الخليج، مم. اقبال كبير شعب مثقف، مم. لذلك انا اشوف احنا عندنا شعب واعي ومثقف وراح يستمر وراح يزيد هذا النهج ان شاء الله بالايام الجايه والسنوات الجايه بجهود دور النشر الكويتيه اللي راح تقوم دورها على اكمل وجه ان شاء الله. مم. معرض الكتاب يا شنو استعداداتكم؟ ان شاء الله كل خير راح تشوفون كل خير بس انا على نفس الموضوع اقول لك احنا لما نقارن نفسنا في المجتمعات الغربيه راح نشوف ان احنا وايد متخلفين، لكن لما نقارن نفسنا قبل خمس سنوات راح نشوف انه صار في تطور وهذا اللي احنا نتكلم عنه ما في شيء تغير بين يوم وليله أوه. اللي قبل خمس سنين كان يجي المعرض يشوفه فاضي اليوم دور النشر هذا اللي طلعت يعني من عقب ما احنا تاسسنا طلعت حوالي 10 دور نشر شبابيه. هذول ما طلعوا من فراغ، طلع هذول طلعوا لان شافوا في سوق في قراء يبون كتب زياده. فكنا احنا مثلا قبل سبع ثمان سنين نطلع بالسنه كل دور نشر الموجوده 20 30 كتاب جديد، اليوم كل دار نشر تطلع 40 50 كتاب. برافو صحيح فما ارتفع هالرقم بهالمضاعفات الا لان في قراء قاعد يجون ياخذون كتب ويقرونهم. وهذا مبشر بشرة خير. طيب. خير شكرا لك احمد حيدر على وجودك معنا اليوم شكرا سعد بدر وايد استانست اني شفتكم مره ثانيه يعطيكم أه. الف عافيه وان شاء الله نتمنى لكم دائما التوفيق في كل شيء قاعد تقدمونه واحنا أجمعي. راجعين بعد شوي شكرا. في فقرتنا الأخيرة أرحب مجددا بالجمهور الرائع موجود معنا في حلقتنا وفي كل حلقة يشرفوني بوجودهم معي أكيد اليوم أنا سعيدة جدا أن من ضمن الجمهور شاب مبدع أحد الكتاب المميزين حمد شريعان حياك الله ويانا خطاك السو خطاك اللاش <applause> <applause> شو أخبارك؟ الحمد لله بخير بدينك عاد <applause> هذه راس المال حق الكتاب للأسف والله اعتقدت أني كريستيانو في أحد اللعبات <applause> وغدرت فيني الكورة. خطاك خطاك السوء حياك الله. شكرا شنو استعداداتك حمد ككاتب شاب حق موسم معارض الكتاب ومعرض الكتاب لكويت في نوفمبر؟ أه طبعا انا اول شيء اشكرك واشكر ضيوفك الكرام على هذا الموضوع الجميل اللي لازم نتكلم فيه اكثر عشان نعرف وين المشكله؟ م. هل في الكاتب، في دار النشر، ام في القارئ؟ م. استعداداتي هي استعدادات اي كاتب راح تكون على مدار سنه كامله وممكن اكثر مه. من خلال الكتابه ومن خلال التحضير ومن خلال اعاده القراءه اكثر من مره مه. لان قربك من النص يخليك في شغلات ما تشوفينها صحيح بعد ابتعادك عن النص لمده شهر شهرين ثلاثه تبدين تشوفين امور ما كنتي شايفتها مه. طبعا السنه هذه انا ان شاء الله لي اصدار مع دار بلاتين بوك برافو بعنوان مطلع الهجر مه. كان لي كتابين معهم في السابق شيء من رحيلهم مم. ومن هنا مر القدر طبعا على الكلام اللي قلتيه في المقدمة لما قلتي الأغلب كان يتكلم عن المعرفة وعن تقبل الآخر وفعلا الكتابة أو القراءة كثر ما راح تقرين راح تعرفين وكثر ما الإنسان يعرف يبدي يعرف أنه ما يعرف ولا شيء صحيح فهذه يخليك في لحظة شك والشك هذه اللي لو واحد بالمية اثنين بالمية ثلاثة بالمية من قناعاتك راح تبدين تتسامحين مع الآخر في فيلسوف ماني ذاكر اسمه يقول التسامح هو الشك بأن الآخر قد يكون على حق صحيح فدائما نحن لما نعرف أكثر م. نبدي نتسامح أكثر تصير عندنا هذه الحكمة بأن من الممكن نحن نكون غلط م. وهذه مشكلتنا اليوم هذه اللي قاعد تسبب حتى صراع بين بعض الكتاب صراع بين بعض دور النشر صراع بين القراء صراع, صراع, في تويتر صراع في أي مكان أسألك عن المنافسة حمد دعمك دخلت في المجال شلون اجواء المنافسه بالكتاب الشباب اليوم في في هذا المجال؟ شوفي في كتاب اللي هما يبحثون عن الماده هذول اللي راح يصير بينهم تنافسيه لان كتابي اذا باع كتابك معناته الكتاب الاخر ما قاعد يبيع حيأثر على البيع طبعا في كتاب مو هذا هدفهم يعني انا بالنسبه لي اذا بس شخص واحد قرا كتابي وفكر او استفاد أو وهو قاعد يقرأ صفحة ولا صفحتين قال إي فعلا أو قال كلامي غلط، حتى لو يقول كلام هذا الكاتب غلط مه. والفكرة اللي أنا مقتنع فيها الفكرة الفلانية، بالنسبة لي هذا هو النجاح. مه. بأن في إنسان تأثر أي تأثر كان، حتى لو انتقدني، حتى لو قال أنا غلط، هذا الإنسان تحرك، هذا مه. الإنسان قام لقناعاته. صحيح بغض النظر كان معاي ولا مو معاي شكرا حمد استمتعت بحديثي ممتع معك يعطيك العافية وهذه الألوان اللي يرسمها في النهاية هؤلاء المميزون مثلك وشرواك مثل الكتاب اللي قاعد يتركون بصمة يعني أتمنى لك كل التوفيق بوتيكات أيضا مشاركين معنا في كل حلقة يقدمون هدايا أسبوعية بقيمة ألف دينار لجمهورنا الكريم شرفتونا ونورتونا اليوم وبمناسبة حلقتنا حول أهمية القراءة وأنها المقياس الوحيد للثقافة وتقدم المجتمعات اسمحوا لي باسمي وباسم أسرة البرنامج نتقدم بأحر التهاني ونقول ألف مبروك لبنت الكويت جوري العازمي اللي حصلت على المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة على مستوى الوطن العربي واللي تم تكريمها من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علما أنها بنت كفيفة خلال حلقاتنا القادمة إن شاء الله بنكون حريصين على وجودها معي داخل الاستوديو وأتشرف للأمانة بوجودها بيننا في, هذه ال... في هذا البرنامج تحياتنا لجوري العازمي من الكويت وعلى الرغم من عدم خلافنا في موضوع اهميه القراءه الا ان البعض لا يزال يصر على ادراجها ضمن قائمه الهوايات الا ان الخلاف القائم مستمر على ماذا نقرا؟ السؤال الاخير موجه لاولياء الامور ليش حولنا عيالنا من طلاب علم الى طلاب درجات للتفوق بعيدا عن القراءه وبعيدا عن العلم الحقيقي. تصبحون على خير.